طيب انت هتسمعينا ايه تاني؟ اسمعك هقول لك حاجه وهسيبك انت تقولي دي لايه. ماشي اوكي. يعني قصه بقى كده. هحكي قصه من زمان، من يجي 100 سنه. كان في حرامي مشهور على كل العالم بيدور، وساب العالم وجالنا. في ساعه مغربيه دخل عليا قال لي اقويني خبيني، الكل عايز يأذيني. رحبت بيه وقلت اكسب ثواب فيه، واليومين مش هيموتوني، عندي اكلي واكل ولادي عادي يشاركوني. اليومين عدوا، اسبوعين، والسنين عدت كتير، والضيف نسي انه غريب، بيطلع براحته ويرجع براحته. ومن بجحته قال لي قطك حلوه جدا فاخدها ليا، واوضه ولادك بالكساوي والمنافع هجيب فيها تلاميذ ليا. وقفت مذهول مش مصدق عينيا، البيت بيتي والغريب بيتأمر عليا. قلت بيتي، عليت صوتي وقلت بيتي، والكساوي لولادي. قال لي عادي هنجيب غريب ونشهده، ونقال ده بيتك نوقده، ده بيتي وبيت جدودي، وعندي دليل، شوية ورق بالتزوير وولادي شهود عليا. وخد مفتاحك، انا جبت مفتاح جديد ليا. هو انت كذبت الكذبة وصدقتها؟ لما تقتل ولادي هيكون الموضوع انتهى، وحياة كل نقطة دم من ولادي مرحبك. قضية الفلسطينية. طب قولي لي بقى، انت ما عرفتيناش بنفسك. اوكي قولي. انا اسمي ياسمين عوض، من محافظة كفر الشيخ، مركز دسوق، عندي 20 سنة، بكتب شعر من 8 سنين. صغيرة قوي على انك شاعرة. بكتب شعر من 8 سنين. اخدت خطوات كتير في حياتي، بالنسبه لي فانا كويسه جدا. انت ظهرتي على السوشيال ميديا ازاي؟ انت ايه ده، كان صاحبك عمار صاحبي جدا. البرنامج بتاعه كاصحاب ما خرجتش معاه ولا مره، كنت رايحه جايه اشوفهم عادي. يوم قلت له عمار، بقول لك انا عندي فكره نيجي نعملها، فقال لي قولي. قلت له بص انا بجد بقى لي كام يوم يعني بزعل ان انا بقدم محتوى هادف، وعايزه يعني بقول للناس حاجات كويسه ومش بظهر ومحدش بيشوفني، مع وفي نفس الوقت ان الناس بتعمل حاجات هلس بقى، وناس بتبقى محجبه وتقلع الحجاب، مع احترامي تمام، ولكن يعني بيعملوا حاجات. انا كنت شايفه الناس دي حاجه وعملوا حاجه تانية، وبيجيبوا بقى فيو كتير، والناس بدات تقلدهم. يعني ده حد عمل حاجه وحشه، بنقلد، فمش حرام. فقال لي ايه الفكره؟ قلت له ايه رايك في القصيده دي؟ قال لي خلاص نعملها. وعملناها، وما شاء الله في اسبوع جابت 40 مليون اللي هو ما شاء الله. ده على تيك توك جابت 20 مليون او 25 مليون على تيك توك، وجابت 20 او 15 على بقيه المنصات. برافو عليكي.